أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا مولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، السلام عليك وعلى آبائك المظلومين المغصوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لازلنا أيها الأحبة في تسليط الضوء على مقامات سيدنا ومولانا موسى بن جعفر، وختامها في هذه الليلة في ذكرى مناقبه ومصابه عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن نكون قد أزدينا ولو جزءا بسيطا في هذا البرنامج من مداد القباب، وعسى أن نكون في خدمة الأئمة عليهم السلام جميعا في الأيام الآتية إن شاء الله. نسألكم الدعاء، وجزاكم الله عن إمامكم خير الجزاء. بين الإقامة الجبرية والمراقبة والتضييق عليه في المدينة إلى سجن البصرة، في الإبعاد إلى بغداد، والعذاب والسم والقتل في طامورة ظلماء، الحلقة الثالثة، المحور الأول، وما زلنا في رحاب راهب آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، الإمام موسى بن جعفر الذي حاز كل المكاسب الربانية والأخلاق الإلهية والعلوم الدينية من الأنبياء والمرسلين وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فهم صالح بعد صالح، روحي له الفداء. لا بد لنا أن نذكر أن ما جرى على الإمام من مسيرة من أذى في حياته لا يحتمله الكثير من الناس، بل لا يحتمله ملك مقرب، بل لا يحتمله إنسان ذو قوى خارقة، إلا أن الله عز وجل أعطى لأئمة أهل البيت عليهم السلام هذه البركات من الصبر والتجلد وفهم الدنيا. وكما قال جدهم أمير المؤمنين عليه السلام: يا دنيا غري غيري. الإمام عليه السلام لم تغره الدنيا، رسول الله لم تغره الدنيا، أئمة أهل البيت لم تغره الدنيا، هكذا كانت كلمح بصر تمر من خلال أعينهم خطفة من ذي بال. لهذا صلوات الله عليه تعرض الإمام موسى بن جعفر في حياته إلى أذى كثير، إلى التشريد أولا، كان يشرد من بيت إلى بيت، ومن منطقة إلى منطقة، ومن بيت إلى زقاق إلى حائط، يعني بستان، إلى أي مكان. هذا التشريد كان مؤقت إليه وكان مؤطر إليه. كذلك تعرض عليه السلام للاعتقال، يعتقل في الليل ويرجعون في الصباح، يعتقل في المساء ويرجع ثاني يوم في الصباح، وهكذا، كل في سبيل أن يضعفوا دور الإمام، أو لا سامح الله أن ينزلوا من كرامته أو ينتهكوا حرمته عليه السلام، كما فعلوا مع أئمة أهل البيت كلهم. غير التشريد والاعتقال هو النفي والسجن، وهذا لعمري ما قضى على الإمام عليه السلام في آخر حياته، حيث كان هو دواءهم، دواء الظلمة
والجور، ظلماء الظلمة وخلفاء الجور هم الذين قد عرفوا أن آخر الدواء الكيل، فنفوه واعتقلوه وشردوه وسجنوه. فقد تعرض الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى السجن في أيام عديدة، في أيام المهدي العباسي مثلا، أيام المهدي العباسي، وكذلك تعرض صلوات الله عليه في أيام موسى الهادي، وتعرض في آخر عهد هارون العباسي أيضا اعتقل، حتى كان آخر شيء هو فيه شهادته صلوات الله عليه. كما ضيق عليه الأخير هارون العباسي، ضيق على الإمام كثيرا وآذاه كثيرا، حتى أنه قد سجن الإمام في البصرة. يعني تصور يجيب الإمام يعزمه عنده حتى يكرمه، حتى يسأل بعض المسائل، حتى يقول هذا ابن عمي من بنو هاشم، هذا من آل محمد، هذا كذا كذا، يعتقله ويرسله إلى سجن البصرة. هذا من العجائب والمكر. لهذا في البصرة أيضا تأذى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تأذى كثيرا حينما سجن واعتقل عند عيسى بن جعفر المعروف. وقد ذكر كثيرا في أحوال سجون ذلك اليوم. سجون ذلك اليوم إخواني كانت سجون غير عادية، مرعبة، طوامير لا يعرف منها الليل والنهار، كما سيأتي في الطامورة التي سجن فيها الإمام في بغداد. كذلك في البصرة التي لا يقيها هذه الطامورة أو هذا السجن، لا تحمي لا من حار لا من برد لا من حشرات لا من أشبه. الإمام صلوات الله عليه الذي يقضي ليله وصباحه ومساءه في العبادة والتهجد والذكر والدعاء وخدمة الناس، كيف ممكن أن يعيش في هذا السجن؟ كيف يمكن له، روحي له الفداء، أن يتحمل هذه الآلام والمآسي صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن عليه السلام تحمل الكثير وتأذى في الله الكثير، ولكنه عليه السلام بقي نورا، نورا تشع ونورا لا يطفأ أبدا. لهذا نرى أن الإمام من سجن إلى سجن ومن معتقل إلى معتقل، حتى قضى نحبه صلوات الله وسلامه عليه وروحي له الفداء. من هنا إخواني علينا أن نستذكر ظلامته دائما وأبدا. تواصل محبي وشيعة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بمختلف الأساليب من السؤال والمكاتبات والمواعيد. المحور الثاني من هذه الحلقة الختامية بمناسبة استشهاد إمامنا موسى بن جعفر، ونحن في رحاب مداد القباب، قبابهم الشريفة، لائذ عائذ بكم سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين. لا ننسى أن الإمام عليه السلام حينما اعتقل في سجن البصرة، ثم أخيرا في سجن بغداد، في سجن هارون العباسي، تعرض إلى أذى كثير إخواني، إلى أذى كثير.
أنقل لكم هذه الرواية على ما ذكر في أحوال ذلك اليوم. وهذه الرواية تتلو عجائب ما كان مع الإمام وما أراد هارون أن يفعله مع الإمام صلوات الله عليه، وكيف أن الإمام روحي له الفداء كان له الولاية التكوينية أن يدفع شر وبأس هارون وزبانيته عنه. شيخ الطريحي رضوان الله تعالى عليه ينقل هذه الرواية في منتخبه، الخطباء الكرام العلماء يعرفون قيمة الشيخ الطريحي رحمة الله عليه ويعرفون قيمة المنتخب. يقول إن الرشيد لعنه الله العباسي لما أراد أن يقتل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عرض قتله على سائر جنده وفرسانه فلم يقبل أحد منهم. جمع كل الجنود الفرسان الوزراء غيرهم، قال تعالوا لكم الجوائز والجائزة لمن يستطيع قتل موسى بن جعفر. الناس كلها خافت، الحراس الوزراء الجنود، من يقدر أن يجابه هذه الشمس؟ ومن يستطيع إلا أن يكون ولد حرام وأسفل سافلين، وكل شتائم الدنيا تليق بهذا الرجل، من يستطيع أن يريق قطرة دم من دم الإمام المعصوم صلوات الله عليه؟ فامتنعوا، فلم يقبل أحد منهم لا جند ولا فرسان، فأرسل إلى عماله في بلاد الإفرنج. دز على عماله وكلاءه محافظينه حكماء في البلاد الأخرى بلاد الإفرنج، دز عليهم قال لهم يطلب منهم قوما، تقول الرواية قال لهم أريد ناس لا يعرفون الله ولا رسوله أبدا، يعني مو مسلمين، تزولي ناس ما عندهم إسلام، ما عندهم دين، ما عندهم خوف من الله. لماذا؟ قال يريد أن يستعين بهم على أمرين. أرسلوا له من الإفرنج جماعة دزولة جنود، هؤلاء لا يعرفون الإسلام ولا رسول الإسلام ولا إمام الإسلام ولا ذمة ولا ضمير، بل تقول الرواية ولا يعرفون لغة العرب، حتى عربية ما يتكلمون. وكانوا 50 رجلا، فلما دخلوا عليه، دخلوا على هارون، وأكرمهم وأجزل لهم العطاء، أكرمهم وأعطاهم فلوس، أجزل لهم العطاء. ثم قال لهم هارون، ثم أمرهم أن يدخلوا إلى السجن الذي فيه الإمام ليقتلوه. قالوا أنا مهمتي لكم أن تدخلوا إلى هذه الطامورة، إلى هذا السجن، وتقتلون هذا الرجل. وهارون ينظر إليهم، صار ينظر إليهم هارون يتتبعهم وراءهم في السجن. فلما دخلوا على الإمام حلق على الباب، نظروا دخلوا إلى الإمام، رموا أسلحتهم. عجيب، صار ينظر يتفكر شنو صار. وارتعدت فرائصهم تقول الرواية، وخروا سجدا، سجدوا للإمام، فجعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخاطبهم، إمام رأفة، إمام رحمة، مثل ما صنع الإمام الكاظم مع الإمرأة المومس اللي في الرواية أدخلها هارون حتى تغريه ولكنها خرجت منه تائبة. فجعل الإمام عليه السلام يخاطبهم ويوعظهم بعد، ويمسح على رؤوسهم. هذه إذا خرج الحجة بن الحسن، لماذا نضع يدنا على رأسنا عند ذكره الإمام صلوات الله عليه؟ تقول الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام، إذا خرج وضع يده على رؤوس العباد فتكتمل بذلك عقولهم وأحلامهم. اللهم عجل وليك الفرج يا الله.
فصار يمسح الإمام موسى بن جعفر على رؤوسهم وهم يبكون عند ذلك. أخرجهم عند ذلك هارون، أمرهم بأن يخرجوا، وركبوا خيولهم ومضوا نحو بلادهم بغير استئذان، حتى ما استأذنوا من الإمام صلوات الله عليه ولم يستأذنوا من هارون. جفلوا، خافوا، شافوا هذا ولي من أولياء الله، هذا إنسان غير عادي، شنو هذا الرجل وليش هذا يريد قتله؟ هكذا يصنع الله عز وجل بأوليائه، يعلي من شأنهم وكرامتهم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذاكرين لمصابه والنادبين له عليه السلام، والباكين عليه والباكين عليه والباكين عليه في كل مصاب نستذكره فيه، وكل ذكر نعبق به أنفسنا صلوات الله وسلامه عليه. جنة المأوى وطامرة النور، وبين جدرانها آخر العهد والميثاق بموسى آل محمد، والمنادي ينادي هذه جنازة الطيب بن الطيب. المحور الثالث والأخير في جنة المأوى وطامورة الرحمة التي كانت منعمة بنور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. رغم أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان مغيبا في طامورة ظلماء لا يعرف منها الليل ولا النهار، إلا أنه عليه السلام كان كثير الدعاء والصلاة والتهجد والدعاء لشيعته والدعاء لنفسه بالفرج، فكان يدعو صلوات الله وسلامه عليه: يا مخلص الطفل من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم. أي نعم، هكذا كان يدعو صلوات الله عليه: خلصني من سجن هارون. خلاصه إلى جنة المأوى، ورغم ذلك لم ينقطع عليه السلام عن لقاء أحبته وشيعته ومواليه، كثيرين كانوا يلتقون بالإمام صلوات الله عليه. بعض منهم كان يدفع أموال للسجان والسلطان حتى يلتقي، بعض كان يدفع إلى السندي بن شاهك لعنه الله اللي سجن الإمام، بعض كان يدفع لغيره حتى يصل إلى الإمام لكي يحظى بالسلام عليه والدعاء له والاطمئنان على صحته عليه السلام. فكان من دأب الإمام عليه السلام أن يتصل دائما بشيعته ولم يتركهم أبدا، روحي له الفداء. فكان من دأبه أن يتصل بأشخاص معينين حتى يوصلوا رسالة، لأن الإمام يخاف عليهم من القتل والتشريد والتعذيب، كاتصاله بهند ابن الحجاج، أحد أصحاب هند ابن الحجاج كان أيضا يسأل الإمام صلوات الله عليه، والإمام يوصل له ويعطي جوائز ويعطي أشياء يوصلها إلى شيعته ورسائل. وكذلك اتصاله صلوات الله عليه بعلي بن سويد السائي، هذا علي بن سويد رضوان الله عليه كان مقربا من الإمام عليه السلام،
قضيته معروفة ومكاتبته مشهورة. قال رحمه الله: سألت الإمام وأعطيت رسالة له، بأن سألته عن حاله وبعض المسائل، مبتلات كثيرة. فقال: من ضمن ما قال عليه السلام، رسالة طويلة ينقلها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في البحار، أن الإمام أجابه على عدة مسائل. من هذه المسائل وهو في السجن الإمام أجاب، قال: يا علي بن السويد، شوفوا هذا مقام الرجل الشيعي الموالي المحب لأهل البيت عليهم السلام، اللي يعرف قدر الإمام موسى بن جعفر وغيره. قال: يا علي بن السويد، فإنك امرئ أنزلك الله من آل محمد عليهم السلام بمنزلة خاصة، مثل حديث النبي سلمان من أهل البيت. أي واحد شلون ممكن يفكر أن ينال هذه المنزلة، أن يكون إلى قدر وقيمة عند آل محمد، فإذا رضوا هم عليه رضى الله عنه، رضى الله رضانا أهل البيت. يقول الإمام زين العابدين: نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. يقول للإمام موسى بن جعفر: يا علي بن السويد، فإنك امرئ أنزلك الله من آل محمد عليهم السلام بمنزلة خاصة، أعطاك قدر وقيمة عندنا. ثم قال عليه السلام: إن أول ما أنهي إليك، إن أول ما أنهى إليك وأعطيك خبر، أول ما أخبرك به إني أنعى نفسي. الإمام صلوات الله عليه ينعى نفسه بأبيه وأمي. إني أنعى نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قد قضى الله عز وجل وحتم. حتم الله تبارك وتعالى على أن يسجن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، على أن يعيش الإمام آخر أيام حياته وساعاته في هذه الطامورة الظلماء، أن يكون بأبي هو وأمي وروحي له الفداء في هذا المكان المظلم، يعيش آخر صراعاته مسموما غريبا بعيدا عن الأهل والأولاد. يقول علي بن السويد: قلت له: مولاي، متى الفرج؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: يا علي بن السويد، ابلغ شيعتي عن السلام وقل لهم بأن الفرج ضحى يوم الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. وفعلا يقول علي بن السويد: جئت بالشيعة وأطرقت الباب على أهل بغداد من شيعة أهل البيت واحدا واحد، قلت لهم: البشارة البشارة، الإمام موسى بن جعفر يوم الجمعة الفرج سيخرج من السجن هناك على الجسر بغداد، يلاقيكم الإمام، تتشرفون بشوفته، تقبلون إيديه، تفرحون بالنظر إلى محياه. يقول: جماعة الشيعة ننتظر. يقول: وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالي، والمنادي ينادي: هذا إمام الرافضة. يقول: ناديت عليهم: لا والله، بل هذه جنازة الطيب ابن الطيب، هذه جنازة الطيب ابن الطيب صلوات الله وسلامه عليه. أخذوا الجنازة منهم، اجتمعوا الشيعة يبكون بين لاطم وبين نادب، لهفي وهايل يجدي أسل، لهفي وهل يجدي أسايا اللهفي على موسى بن جعفر
علة اللي جادي وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى يا بالهوان منادي يا سادة لا حل بعيونكم نوم يا سادة لا حل بعيونكم نوم أريد أعتب عليكم وأكثر اللوم والله من بغداد ما وصلتكم علوم يخبروكم الكاظم مات مسموم والله مسموم مسموم مولاي هيهات الملاقى بعد هيهات يروح الغايب ولا يرجع الموت قضى وظليت بس اجذب الحسرات